يعني سب البلد واللي فيها والرئيس لينتج لعملت له ما فشت عيونك. طيب صغير على قصة رمضان كريم كيلو البندورة ب5000 ليرة، ما والفاصوليا على أغلى وال... كريم يمكن على الخليج إيه، يمكن كريم على السعودية بس. عندي تعقيب صغير على قصة رمضان كريم كيلو البندورة ب5000 ليرة، ما والفاصوليا على أغلى وال... كريم يمكن على الخليج إيه، يمكن كريم على السعودية بس على سوريا أشك، بس هل هو كريم؟ أشك تماما. وخاصة على الغلبانين طبعا مع التاريخ اللي ما عم يلاقوا خبز. عرض علي من واحد فلسطيني عايش بالأردن بس هو ضد البلد وعامل حاله قال بيفهم السياسة، المهم طلع لك بده يعني سب البلد واللي فيها والرئيس لينتج لعملت له ما فشت عيونك، تضرب انت واللي جابك واللي رح يجيبك على البهام. المهم قلعته وما زال بيعمل لي رسائل باسم وسام الحديدي على الفيس. أنا تقريبا ربع نجوم ونجمات سوريا أنا صنعته، و99% منهم غير أوفياء. يعني ميلاد يوسف، في حدا بيقدر يقول يوسف ما بروزه وعمل له دفشة إلى الأمام بكل أعماله؟ ما حكى معي تليفون من 2010 لما انعرض 9-0 لهلا. مكسيل خليل ليس مفتي، مين بديك أدلك كمان؟ شو اسمها اللي كانت مرته لأيمن زيدان؟ مرت أيمن زيدان شو اسمها؟ الممثلة النجمة نورمان، نورمان أسعد. بس انت بتعرف اني اول واحد معنا موجودة ضمن الصحة عمل نورمان أسعد هو يوسف رزق من هبة نور لجيني اسبر. لا لا انت بتعرف هبة نور اول مشهد شوت بتمثله كانت معي، كان معي، ما حدا بيعرف هالمعلومات لانه ما بتذكرها. ما بعرف ليه تخجل تذكرها، كأنه لانه كان دوره صغير طبعا. المهم ما علينا، وكانت عم تشرب أرجيلة من ضمن اللي مهم بقاسيون. فتح وصحصح للغدر يغريب.